صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر مرسوما رقم 41 لسنة 2020 بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي. ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه صدق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كينيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي الموقع في مدينة نيويورك بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر 2019 والمرافق لهذا المرسوم.